عن تطور الأوضاع في درعا البلد بعد خرق النظام ووقف إطلاق النار بعد أن توصلت الأطراف لاتفاق هدنة برعاية روسية. ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلياوي. أستاذ أديب، مرحبا بكم. يعني هناك تسيير الروس دوريات الشرطة العسكرية في درعا البلد، لكن المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا أكد أن النظام انتهك وقف إطلاق النار. السؤال هنا، هل فعلا انهار اتفاق درعا البلد أستاذ أديب؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة دعني أؤكد على نقطة، بأن هذه المفاوضات ستبوء بالفشل منذ أكثر من 80 يوما ودرعا البلد محاصرة. والمؤسف في الموضوع أن روسيا تقدم نفسها على أنها ضامن، ولكن هي في الحقيقة هي ليست ضامن، بل هي طرف أساسي وطرف مجرم أصلا. هي من يشغل الإيراني ويشغل يعني النظام والميليشيات الموجودة في المنطقة، وكانوا يعني وهذه نقطة جدا هامة، كانوا يهددون الأهالي بالميليشيات الإيرانية. يعني بمعنى آخر أن الضباط الروس الذين يعتبرون نفسهم بأنهم هم الضامن وهم اللجنة التي تفاوض، الحقيقة هم كانوا يهددون أهالي درعا بأن إذا لم يوافقوا على الشروط التي يعني تفرضها هذه اللجان فسيتم يعني يهددونهم بالميليشيات الإيرانية وبحزب الله والميليشيات الموجودة. وبالتالي أنا أقول أن روسيا هي طرف وليس الضامن، والحقيقة كشرت عن أنيابها في اليومين الأخيرين من خلال ما لاحظناه، من خلال الشروط التعزيزية التي يقومون بطرحها. والأهم من ذلك أن الموضوع تبين بأنه خطة ليس فقط لدرعا البلد. يعني دعني أؤكد على نقطة، بأن الخطة الحقيقية هي التهجير الذي سيتم أمام أعين العالم وأمام أعين الأمم المتحدة وأمام أعين الدول العربية الموجودة في المنطقة. وهذا الموضوع ينطبق أيضا الآن على ريف حمص أيضا. يعني دعني أؤكد على أن هذا السيناريو الآن بدأ أيضا في ريف حمص، بمعنى آخر أن ريف حمص الذي أيضا يعني كان هناك يعني معاهدة أو اتفاق مصالحة بينه وبين النظام من خلال روسيا، أيضا اليوم يعني يقع تحت التهديد بأن ستفشل هذه الاتفاقيات، وأيضا يمكن أن يهجر أهالي ريف حمص. ولذلك أنا أقول بأنه سيناريو ليس فقط لدرعا البلد، ولكن يمكن أن ينطبق على أجزاء أخرى من سوريا. أستاذ أديب، هناك من يرى أن عملية المماطلة التي يقوم بها النظام هو من أجل إطالة الأمد لاستنفاد المعارضة من الذخيرة والعتاد من أجل سهولة دخول درعا البلد. ما مدى دقة هذا الطرح؟ أنا أعتقد بأنه صحيح، بأن إطالة هذه المدة هو من أجل أن لا يبقى لدى أهل درعا البلد لا مؤونة ولا ذخيرة ولا أدوية، وحتى أن يفقدوا صبرهم. يعني هذا الموضوع الحقيقة أعتقد بأنه دقيق، أن إطالة هذه المفاوضات هي مقصودة. لذلك نحن قلنا منذ أيام أنه يجب أن تشتعل كل المناطق المحيطة في درعا، إن كان الريف الغربي لدرعا وإن كان الريف الشرقي لدرعا، وقلنا أن حتى جبل العرب يجب أن يشتعل لمصلحة أهالي درعا البلد. بمعنى آخر أن يكون هناك الحقيقة يعني قطع للطرقات ومنع لتحرك الآليات النظام والميليشيات المتواجدة في المنطقة، الهجوم على الحواجز أيضا، حتى يخف الضغط على أهالي درعا البلد. ولكن للأسف الشديد التحركات لا تزال يعني خجولة، لا تفي بالغرض، ولذلك كل التأخير الذي سيحصل سيكون يعني ضار بالنسبة لأهالي درعا البلد الذين يتعرضون للقصف منذ أكثر من 80 يوم. أستاذ أديب، روسيا بهذا الدور الذي تقوم به، هل تراها تلعب دور ينتهي نتائجه لصالح إيران مثلا؟ أعتقد أن هذا مخطط، والموضوع ليس ينتهي لصالح إيران بقدر ما هو لصالح روسيا. بمعنى آخر أن روسيا الآن هي التي تسيطر وتحكم سيطرتها على هذه المنطقة. كنا نعتقد بأن روسيا تحاول أن تكون حقيقة طرفا ضامنا، لكن الحقيقة في الأيام الماضية، يعني في الثلاث أيام الماضية من خلال هذه المفاوضات، تكشرت عن أنيابها وتبين بأن كل يعني الميليشيات الموجودة في المنطقة هي الحقيقة يعني ليست فقط يعني روسيا التي تحركها، بل على العكس تماما تتحرك في أوامر روسية.
أستاذ أديب، يعني وجهت منظمات في منطقة درعا البلد رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وأيضا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمبعوث الخاص إلى للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون وسفراء دول أصدقاء سوريا. طالبت هذه المنظمات على حث روسيا أن تحافظ على اتفاقية 2018 بوصفها ضامنا. ما توقعاتكم من هذه الرسائل؟ المؤسف في الموضوع انا يعني اقول بان يعني ارى جاجاتا ولا ارى طحنا. يعني الامم المتحده هي الحقيقه اثبتت بانها ايضا يعني لا لن اقول شريكا لكن اقول بانها تغض الطرف عن عن عن, عن ما تفعله الولايات عن ما تفعله روسيا وتفعله الميليشيات الايرانيه الموجوده في المنطقه. واعتقد بان هذا مخطط كبير تشرف عليه الأمم المتحدة، تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه تهجير الأهالي درعا والمناطق الأخرى هو عبارة عن 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 تنظيم للشرق الأوسط الجديد. يعني بمعنى لذلك أنا أقول أن الأمم المتحدة الحقيقة يعني تغمض عينها عن كل ما يحصل. يعني نسمع بيانات لكن بيانات الحقيقة لا تغني ولا تسمع من جوع. أستاذ أديب، يعني ما أثر انهيار اتفاق درعا البلد على المدنيين والمسلحين على حد سواء؟ بمعنى هل يستعد نظام الأسد لاستخدام الباصات الخضر؟ يعني المؤسف في الموضوع أن العين لا تقاوم المخرز. يعني موضوع الباصات الخضر هذا ليس نظام الأسد الذي يستخدم الباصات الخضر، لكن الحقيقة من يستخدم الباصات الخضر هي روسيا، هي الأمم المتحدة الذين يعملون على مشروع التهجير القسري لأبناء درعا البلد. يعني ماذا تفعل درعا البلد؟ أكثر من 50,000 مدني وطفل وشيخ وامرأة موجودين داخل هذه المنطقة المحاصرة منذ أكثر من 80 يوما، ويقومون بقصفها في كل يوم بعشرات أو مئات القذائف وعشرات الصواريخ من أجل تركيع هذه المنطقة. يعني الحقيقة هو البون شاسع بين ما تقدمه روسيا والنظام من شروط. هم يريدون يقدمون يعني دعني أقول عنوان الجوع أو الركوع ومحاولة التهجير، وال يعني أهالي درعا البلد يزالون متمسكون ومتشبثون بالأرض، ويعني شعارهم هو الحقيقة مقابل شعار الذي يطلق النظام هو الموت ولا المذلة. حتى الآن أهالي درعا صامدون، لكن لا أدري لأي مدى. أعتقد أنه إذا ما تقدم النظام سيكون هناك والميليشيات الأخرى سيكون هناك مجازر كبيرة، لكن المرجح أنه سيتم تهجير هذه المنطقة كما أسلفت سابقا من خلال هذا البرنامج الدولي، دعني أقول بإشراف دولي أمام أعين الأمم المتحدة وأمام أعين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية المحيطة. لذلك أنا أقول هذا مشروع دولي يحاولون تشكيل الشرق الأوسط الجديد من نقطة البدء ستكون هي حوران. من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلياوي، شكرا جزيلا لكم.